Hello, bubu. Hello. Good morning. Ipso hanggang kasi baba. هلا متابعينا شلونكم يا رب تكونون دائما بخير وصحة وعافية ما لا يخبرك عنه اليوتيوبرز اليوم راح نجاوب على اكثر الاسئلة اللي تجي ببالك عن اليوتيوب وتمنيت اكو شخص قبل ما ابدي قناتي على اليوتيوب مثلي يطلع على السوشيال ميديا او على اليوتيوب ويشرح على هاي المواضيع لانه ما شفت احد شرح عليها اليوم راح نشرح على هواي اشياء من ضمنها ما هي ارباح اليوتيوب وارباحي اليوتيوب لاخر فترة وشنو الشي اللي خلي القناة ماتك تصعد وشون نتعامل ويا اليوتيوب والسلبيات والايجابيات واهم شي هل يستحق اليوتيوب من اقول هل يستحق اليوتيوب يعني هل يستحق انه احنا ننطي اليوتيوب كقناة يوتيوب ننطي افضل ما نملك اللي هو الوقت الوقت اللي يعني يضيع من عندنا ما نقدر نرجعه هو هذا اهم شيء نقدر نعتمد على اليوتيوب كدخل نعيش به كبزنس وشلون تربحون من اليوتيوب اما انا اقول ارباح لا مو ارباح يعني انه انا نزلت فيديو تجيني ارباح لا لا بعد اكو ارباح لانه انا مو اعتمادي مية بالمية على اليوتيوب بس استخدم اليوتيوب كبزنس اليوم راح اعلمكم على طريقة كلش حلوة شلون تقدرون تستفادون منها وتطلعون فلوس وانت قاعد ببيتك ما تسوي اي شيء، بس قاعد ببيتك على الكمبيوتر مباشرة تجيك فلوس بالاكاونت ماتك فاذا انتوا يهونكم هاي المواضيع كليتها، لاني راح احكي بالتفصيل الممل، فتابعوا الفيديو، واذا انت جديد على القناه، خلي لايك وخلي اشتراك، دعمكم للقناه، خلونا نبلش الفيديو. خلي احكي لكم قصة صغيرة، يوم من الايام، كنت اني اسوي بثوث مباشرة بوب جي. والعاب و GTA تي اي 5 الحياه الواقعيه فما كنت مستمتع بذاك المحتوى فبنتي نرمين ايش قالت لي؟ قالت لي بابا انت ليش ما تبدي قناه على اليوتيوب تسوي فلوقات فلوقات اللي هو فلوق هسه شلون انا جاي اسوي فلوق بالبدايه شفتها صعبه لانه هذا المحتوى كلش صعب محتوى الفلوقات هو من اصعب المحتويات يعني محتوى العاب ممكن انه انت ببيتك وحتى المونتاج مالته سهل بس الفلوج لا الفلوج يعني يتطلب من صاحب القناه انه يطلع قدام الكاميرا وانا ما كنت جاهز مو اي شخص يقدر يطلع قدام الكاميرا ويحكي هاي ايدي كانت قبل ترجف وما كنت اعرف شنو احكي وهسه لازم نروح للمدرسه طبعا انا يوميا هيك وقت اوديهم الاطفال للمدرسه فكل يوم المدرسه قريبه يعني مو بعيده ميمي سوي الحزام مال بوبو وانت سوي الحزام ماتت طبعا هنا حزام الامان يعني اجباري لازم واحد يلبس نفس الشيء الكرسي مال الاطفال يعني لازم الطفل يقعد على الكرسي. <تصفيق> <تصفيق> عجان بي مي ولا أهم فاهم نقطه انه انتم تختارون المحتوى قبل ما تبلشون قناتكم الجديده يعني انا بالبدايه لما كنت انزل مقاطع فيديو كنت افكر انه هاي المقاطع الفيديو يعني بس اللي راح تبقى ذكرى انه بالمستقبل احنا راح نشوفها كعائله بس ما قلت ما توقعت بس ما توقعت يعني راح يجي يوم من الايام والفيديوهات مالتك راح تحصل على عشرات او مئات الاف المشاهدات فهذا شيء كلش حلو انه انت بالبدايه لازم تتعب لازم تصبر لازم تسوي مقاطع فيديو لازم يعني اكثر اليوتيوبرز بدايتهم يعني يتركون اليوتيوب لانه ما راح يشوفون النتيجه اللي هم يردوها طبعا الشمس صارت بعين هاي يوميا احنا مننا من نطلع من هنا الشمس اه كلش قويه تصير فما شافوا النتائج المربحه الا بعد فتره طويله ولما تجي هاي الفتره الطويله انه الشخص يعني قال لك خلاص انا يعني بعد اروح اشتغل اروح ارتب اموري ما اظل انزل مقطع فيديو مثل ما كان وياي اني يعني, يعني اه باليوم من انزل من انزل فيديو تجيني 200 300 مشاهده بس هسه وصلنا للمدرسه يلا جايز جو هسه اجينا للروضه مع ابني الصغير أه بامريكا هنا الروضه مجانيه لكل الناس يعني هاي روضه هنا انا هسه اروح شوف هذا الباص هذا الباص خاص لذوي الاحتياجات الخاصه وهسه بعد ما وديت اولادي للمدرسه ورجعت للبيت هذا وقت الفراغ دائما اكون هنا بهاي الغرفه وعلى هذا الكرسي وعلى هذا السيت اسجل فيديوهات شلون انا هسه حاليا جاي اسجلها او افتح الكمبيوتر اشوف الرينك مال القناه صاعد لو نازل الفيديو اللي نزلته البارحه جاب مشاهدات مرات افتح التليفون واشوف التعليقات مالتكم واجاوب على التعليقات وهسه خلونا نحكي بالمواضيع اللي جدا مهمه واريدكم تنتبهون وياي كل زين حتى بتشقون قناه ناجحه اولا لا تخلي ببالك الارباح نهائيا شيل فكره الارباح من بالك خليك بالبدايه تسوي محتوى محتوى يكون الصوت واضح الصوره واضحه واهم شيء يكون المحتوى اللي تقدمه محتوى تعليمي مفيد مهمه اشياء مفيده اشرح على مثلا سوق روح السوق اسعار التسوق احكي على البضائع احكي على شوف انه انت شنو المحتوى اللي تحبه ولما اقول محتوى اكو نوعين من الناس النوع الاول اللي هو صاحب قناة عنده خلينا نقول على سبيل المثال مليون او مليونين يعني. وتجي تسأله تقول له اريد اني انشئ قناة جديدة ايش راح يقول لك اولا خليك انه انت بمحتوى ثابت وهنا انا آني اختلف وياكم لا خلي المحتوى مالتك منوع. يعني يوم اوصل اكل، يوم اشرح على الاوبر، نفس الشيء اليوتيوب، اليوتيوب يعني يوم انا كنت على الدراجة بوسط المدينة، ثاني يوم نزلت عن ارباح اليوتيوب، ثالث يوم طلعت المكان، سافرت، ثالث يوم شرحت على فد فد حاجة مثلا ماوس أو كيبورد، خلي المحتوى مالتك منوع حتى المتابعين يجوك من جميع أنحاء العالم، لأنه إذا أنت تخصصت بمحتوى وهذا المحتوى موجود على سبيل المثال بس بالعراق. فأكيد الناس اللي بالعراق راح يشوفوك ما راح يشوفوك اللي باوروبا واللي بامريكا، وهذا خطأ، ليش؟ لأنه الأرباح ما تعتمد على المشاهدات بس، تعتمد على الشخص وين ساكن، على سبيل المثال أنا المحتوى مالتي أو القناة مالتي، المتابعين مالتي من جميع أنحاء العالم، من داخل أمريكا، من السويد من ألمانيا من جميع أوروبا من أستراليا من كندا ومن العراق بس أكثر شيء الغالبية من العراق فنسبة المشاهدات اللي تجيني من أمريكا الشخص عايش بأمريكا أكثر من ما شخص هو دي يشوف الفيديو ماتي هو بالعراق أو بلبنان أو بسوريا السكيب بطن اللي هي التخطي لما يطلع لك هذا التخطي هذا أكو شخص معلن شاف الفيديو هذا انه الناس دا تشوفه فقال لك اوكي انا راح اسوي اعلان هذا انت ما راح تسوي اي شيء هو اليوتيوب راح يخلي الاعلانات حسب المدينه وحسب الدوله اللي انت عايش بها هاي بالنسبه للارباح بالنسبه للمحتوى الافضل اني اشوفه انه تنزل تنزيل يومي بدايتك انت على اليوتيوب بعدين لما يكون عندك مليون او مليونين او نص مليون تقدر تنزل بالاسبوع فيديو او فيديوهين لانه انت اصلا صار عندك جمهور يعني اقل فيديو اللي جاي تنزله 300 او 400 الف مشاهده بس اللي مثلي انا ما اقول لكم انه القناه مالتي حاليا مليون بس دا اقارن القناه مالتي بالمشاهدات مال القنوات يعني قويه عندها نص مليون لا يمكن القناه مالتي افضل ليش؟ لانه تنزيل يومي يعني لما نزل فيديو قبل يومين وهو 40 ألف مشاهدة ونزلت بعد فيديو 30 ألف مشاهدة نزلت فيديو ثالث خلال ثلاثة أيام صارت 70 ألف مشاهدة هذا رقم كلش حلو شغلة أحب أذكرها وهاي الشغلة يعني بالبداية كنت أقول أنا شو وقت القناة ما تصير كبيرة ويجوني متابعين ويظلوني يعلقون هسا أنا أتمنى هاي الأيام ترجع من كانت التعليقات 15 20 تعليق لنا هذا افضل واحلى وقت بالنسبه لصانع المحتوى عندك جمهور قليل ترد عليهم بس لما يكون عندك 300 او 400 او 500 رساله على الانستغرام وعندك تعليقات على التيك توك وعندك تعليقات على الفيسبوك وعندك تعليقات على قناتك او على الفيديو ماتك على اليوتيوب فاكو متابعين ديسألون دي هوايه فضروري انه انت تقرا التعليقات وتجاوب ما اقول لك عليها كليته بس اغلب التعليقات حاول تجاوبها ليش؟ لانه الافكار اللي جاي تجيني انا كليته من عندكم انتم كمتابعين يعني آه لما تقولوا لي مثلا جعفر نزل لنا عن القرعه العشوائيه اوكي انا سجلتها يمي وقلت اوكي آه بس انتظر المعلومات تجيني كامله حتى من اطلع قدامكم احكي لكم بالمعلومات يعني كامله او تقول جعفر احكي لنا عن عن الفيزا شلون نوصل لامريكا، اوكي انا يعني جت ببالي مو انه اوكي انا لا اهملتها لا ما اريدها، جت ببالي وسجلتها يمي بورقه بس انتظر المعلومات لانه لازم تكون معلومات دقيقه حتى اطلع قدامكم واشرح لكم. وهسه خلونا ننتقل على جهاز الكمبيوتر واشوفكم الارباح مالتي اخر شهر. علينا انا من جهاز الكمبيوتر ودا شوفون قدامكم هسه هاي القناه مالتي. هاي القائمة الرئيسية مال يوتيوب استوديو يوتيوب استوديو جدا مهم لصانع المحتوى هواية اوبشن بي راح تعرف مثلا اخر فيديو اللي نزلته اش قد جاب مشاهدات آه الفيديو ما صار ترند او لا آه نسبة المشاهدة بما انه انا يعني القناة ماتي مثل ما ذكرت لكم ما مختص بمحتوى معين فاكو بعض الفيديوهات الناس استفاد منها او بعض الناس ما تستفاد من الموضوع يقول المساعدات المالية للاجئين اخر فيديو نزلته قبل 6 ساعات فمو كل الناس يهمها المساعدات المالية للاجئين الناس اكو يهمها الدراجات البايسكلات التوصيل معلومات عن الحياة الامريكية التسوق فالمحتوى مات يعني مثل ما ذكرت هو منوع فمن هنا راح تعرف الكوبي رايت وهنا تعرف الارباح وهنا تعرف التعليقات هنا البلاي ليست فهنا يعني ما راح نحتاج احنا نحتاج بس رابع خيار ندخل على رابع خيار وراح تلقون هاي القائمة قدامكم هنا القائمة هاي اخر شهر تشوفون last 28 days اخر 28 يوم او اخر شهر هنا هاي المشاهدات مليون و مشاهدة خلال 28 يوم وهذا الرقم اعتبره جدا ممتاز وكنت احلم بيه ليش؟ لانه انا ما عندي هواي متابعين، انا المتابعين, المتابعين مالتي مو مليون او مليونين، انا كل المتابعين مالتي 64842 تمام؟ هنا الواتش تايم اورز ساعات المشاهده 143 الف ساعة مشاهدة. آخر 28 يوم المتابعين زادوا 14400. دا تشوفون كل أخضر؟ يعني معناته القناة جاي تصعد ليش جاي تصعد بالتنزيل اليومي إذا تشوفون هنا يعني هنا التنزيل اليومي هذا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة آخر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية آخر ثمان فيديوهات يومية أنزل فيديو وبعدني مستمر بالتنزيل اليومي وما راح أوقف عن تنزيل اليومي إلا كان عندي يعني ظرف طارئ بس اني يعني مستمر بتنزيل اليومي وهسه نجي على الارباح وهو هذا اهم شيء بالفيديو مثل ما تشوفون على اليمين هنا الارباح اخر 28 يوم ندخل عليها 1228 دولار هذا رقم يعني اعتبره اني جدا جدا ممتاز لانه اني جاي اتعب بالمحتوى فاليوتيوب حب القناة مالتي وقام ينشر الفيديوهات مالاتي فنصيحة من عندي لكم انشر يومية فيديو حتى لو ماكو موضوع سوي لك فد موضوع وحاول تنشر يومية يعني هذا يوم واحد وثلاثين ثلاثة وسبعين دولار هنا يوم ابريل فرس يوم واحد سبعة واربعين دولار هنا اثنين واربعين دولار هنا اه اللي هو يوم ثلاثة قبل يوم وين 62 دولار وهنا أنا اعتقد جاي يصعد يعني هنا عندنا 85 دولار هنا أنا عندنا 82 دولار والارباح مستمره ما توقف الارباح مستمره هنا أنا اني وقفت هاي الفتره كليتها 11 يوم اني ما منزل فيديو ليش هنا أنا ماكو ارباح لانه 11 يوم اني ما منزل اي فيديو فاذا ما تتوقف عن تنزيل الفيديوهات اكيد ارباحك راح تقل بس بالفترة الأخيرة لا برأسا صعد من 63 50 اثنين 52 الى ان 85 وبعده مستمر يعني انت لو يوميه تنزلك فيديو وتجيك من عنده ارباح يوميه 80 على 50 دولار وتجي تجمعها خلال شهر كامل 1200 مع العلم ترى الشهر الفات انا يعني مطلع اكثر لانه عندي فيديوهات وصلت يمكن نص مليون مشاهده اعتقد كان 2000 2200 دولار الشهر الفات فبالنسبه للارباح هي هاي الارباح مالتي فالقناة آه جاي تصعد والحمد لله والشكر شوف الفيديوهات اللي آه جايبة اعلى نسبة مشاهدات تمام آه سوق الاحد هذا فيديو قديم سوق الاحد آه اشتغلت بسوق الاحد امريكا هذا الفيديو ما توصيل الاكل توصيل الاكل اول سكن لي في امريكا هواي فيديوهات صايرة ترند عندي يعني فيديوهات جايبة مشاهدات قوية وهنا أنا بعد عندك هواي اوبشن هنا هنا أنا آه 20 مليون اليوتيوب رفع القناه ماتي يعني بخلاها بالهوم بيج يعني بالقائمه الرئيسيه 20 مليون ماره فالفيوز مليون هاي قلناها الفيوز فهنا بعد عندكم هواي اشياء بالنسبه للارباح شلون تنزل جوجل ادسنس بعد ما تفعل الارباح اذا الفيديو هذا عجبكم وتريدوني استمر بسلسله تعليميه تعليمي اليوتيوب انزل لكم شلون تفعلون الارباح وشلون تنشئون قناه فاكيد ادعموني باللايك والاشتراك حتى استمر وياكم بالنسبه للجوجل ادسنس هو كل يوم 15 يوم 17 يحول لي هذني الفلوس اللي هذني ال1200 هسه اني المفروض يحول لي بعد تقريبا نقول فد 10 او 12 يوم ينزل مباشره بحساب الفيزا كارد ما معتمد اني اعتماد كلي على ارباح اليوتيوب اللي هي من جوجل ادسنس عندي البزنس الخاص بي واشتغله واني قاعد بالبيت واي شخص يشوف هذا الفيديو ممكن يشتغل نفس الشغل مالتي والارباح مالته توصل الى الاف الدولارات شنو هذا الشغل امازون امازون بس مو امازون من هذا اللي, اللي احنا نستخدمه امازون شوبينج يعني مال شراء البضائع لا اسمه امازون سيلر او امازون بارتنر او امازون اسوشيت إلى هو ثلاث اسماء فراح اروح على برنامج امازون هذا امازون اللي هو نفسه اللي أنا هسه قلت لكم عليه، بس أمازون بزنس تقدرون تقدمون عليه، ما أعرف إذا متوفر بدولتكم، بس أنا عايش بأمريكا فمتوفر عندي وقدمت عليه، فإذا تردون أشرح لكم بعد عليه أكثر ممكن نسوي لنا حلقة كاملة، بس أنا ما أريد أطول عليكم الفيديو، لأن هذا بحده بياخذ له 15 إلى 20 دقيقة شلون تقدمون عليه. شلون يتصلون بيكم وشنو الفوائد مالته وشلون تقدرون تشتغلون بيه مثل ما انا اشتغل واحصل فلوس كلش حلوه تقريبا توصل الى 900 او ألف دولار بالشهر، شلون نشتغله؟ هسه قدامكم هاي القائمه مع امازون، امازون بزنس على اليسار، هنا على سبيل المثال اي حاجه موجوده هنا بالمتجر اقدر اسوي لها بروموشن، بروموشن تخفيض. على سبيل المثال هاي البطارية اللي تشوفونها اللي شرحت عليها بأكثر من فيديو بطارية اللي هي موجودة هسه حاليا عندي بطارية مال جو برو هيرو 9 و برو هيرو 10 اه مال كاميرا هاي اثنين يجن بيها مثل ما دا تشوفون نوعيتها كل زينة تفيد الاشخاص اللي يسافرون او يطلعون انا يعني يفيدني بالدراجة مرات تعرفون الجو برو 15 الى 20 دقيقة ويخلص الشحن مالتها فصعب انه لازم اوقف واطفي الكاميرا واشحن البطاريه فبدل ما هاي اتخطاها كليتها عندي بطاريه مباشره اطلع القديمه اخلي وحده من عدن وصارت عندنا ثلاث بطاريات وهي الاصليه جدا ممتازه هنا انا راح اسوي عجبتكم البطاريه تريدون تشترونها اي على وا تريدون تخفيض 20% او 14% او 14 دولار عليها هاي البطاريه هسا اسوي لك تخفيض اي حاجه طبعا دز اسمها اقدر اسوي لك عليها تخفيض نروح على جيت لينك تشوفونها على اليسار تكس مو هذا هنا هذا اجى عندنا اللينك هذا اسوي له كوبي وراح اخلي لكم هذا اللينك بصندوق الوصف اذا تضغطون عليه مباشره راح يجيبكم هنا وراح يعطيكم مش قد تخفيض تشوفون هنا 14 دولار يعني 20% انت مسوي تخفيض شنو اللي انا راح استفاده؟ انا راح استفاده 20% من الارباح، يعني قبل فتره سويت مثلا اعلان على بايسكل اجتني من عنده ارباح كلش حلوه لان البايسكل كان غالي، كل ما انه انت تتسوق مثلا على سبيل المثال أجبتك هاي اوكي سويت لها اد تو كارد هنا انا ما اريد ورنتي ضمان وعجبك مثلا على سبيل المثال الكاميرا الجو برو ب 471 عجبتك الكاميرا تسوي لها اتو كارت لان تعرفون انه هذا موقع تسوق يعني كانه انت رايح هسه للسوق وجاي تتسوق صارت اثنين اشياء عندك تمام من تجي عليها تسوي عليها تشيك اوت تشترين وتخلي الفلوس وهاي راح تجيني ارباح يعني 20% مننا و20% مننا مو من السعر الكلي الكل لا من الارباح فقط والارباح بنحكي على الارباح يعني تجي تقريبا 50 دولار 70 دولار فاني ما خسران خساره اشتريت هيدفون اسوي الاعلان ممكن فد اكو شخص يشتري كاميرا مالتي هاي الكاميرا السوني هم راح اخلي لكم الرابط مالتها افضل كاميرا بالنسبه لل... للفلوجات اخلي لكم الرابط مالتها تشتروها انت تستفاد واني همينة راح استفاد لهنا وصلنا الى نهايه الفيديو ان شاء الله عجبكم الفيديو واستفاديتوا من هاي المعلومات اكيد لا تنسون الدعم باللايك والاشتراك واشوفكم في فيديو ثاني